وألف مرة على أوجاعك، يمكن مرة تلاقي الفرح من أتباعك. اوعى تخلي الدنيا تدوسك ولا تخلي الحزن متاعك. صلح مركب قلبك مرة، صلح مركب قلبك تاني، وخلي ايديك تبقى شراعك. مع الشاعر الشيخ الأستاذ أحمد البسكويتي. تفضل يا شيخ أحمد، نحن جاهزون. أعد المتاع. تأكل الرجال أم لا؟ ذكريات نفحة الماضي البعيدة، ذكريات ليس محواها بريدة، تهمس الآذان والأسماع عودة، نطلب الأيام رجعا وقعودا. أذكر الشارع يأوي طرعة لا صدى بحر، هنا الجسر ممدودة، وفتاة تبسم الدهر سطونا، سحرها يروي عبيرا وشهودا، خدها كالوردة الحمراء شكلا، كالوردة الحمراء شكلا وجمالا وحلالا وصمودا، اسمها كالعود لينا والحناء، شعرها ضوى جبينا وخمودا، وجهها كالبدر حسنا وجمالا، جيلها جمل عقدا ونهودا، فيداها لألأت جسما طريا، ويداها داعبت عقدا فريدا، في مساء وصباح أورثته حبها قولا وفعلا وردودا. لا تسأل، لا تسأل عن حبنا والذكريات، يا نسيم العشق هلا أن تزيد، بلسم من نور وجه وعطر تجعل الروح تنادي وتميدا. فكم داعبت نهرا، فكم داعبت نهرا بالحصاد، أرتوي منه جمالا وشهودا، ولكم داعبت أسماكا تعود تضحك الأفواه، تضحك الأفواه ندا وشهودا، وتناءت بلادي وارتويت بعد داري، أستقي شردا عنيدا، فبكت عيني فراقا ورحيلا، فبكت عيني فراقا ورحيلا، وتماسكت دموعا وخدودا، وتماسكت دموعا وخدودا. وجزاكم الله خيرا.